هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن الباترن. هنعمل باترن ازاي بقى؟ طبعا انا لو جبت اي شكل عندي كده، في عندي زي ما قلنا في السواتشز، عندي هنا في باترن ثانيه اهي، باترن كتير اهي. ممكن انت كمان لو دوست هنا كده هيبقى عندك هنا باترن في بيزك جرافيك وفي ديكوريتيف ونيتشر والحاجات دي كلها. ممكن ناخد مثلا ايه الانيمال سكينز دي، ولما ادوس هنا كده بيتنقل فين؟ جوه السواتش زي ما احنا شايفين. ممكن انت تحط اي عدد من الباترن بتاعك. طيب عندي مشكله بقى، المشكله دي ايه هي؟ الشكل اللي قدامي ده انا عايز احط الباترن دي، بس عايزها مش بالالوان دي. طيب انا عايز مثلا الباترن دي تبقى بالاحمر، هل ينفع ادوس على الاحمر كده؟ لو دوست على الاحمر كده يبقى انا حولت الفيل بتاعي للون سوليد، يبقى انا ادوس هنا دبل كليك كده، يبقى انا رحت فين؟ جوه الباترن زي ما احنا جوه الباترن بقى. وانت هنا انت تقدر تعمل، شايفين يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ اه ده معناه ايه الحاجات الحمراء دي؟ ان انت ممكن تمسك ده لوحده وبعدين تروح هنا تعمله اللون ده مثلا. طيب انا ممكن امسك كمان ده لوحده، ده بس لوحده، يعني بمعنى ايه؟ ان دلوقتي الباترن بتاعي ده بقى اديتابل كده، ممكن اعدل فيه زي ما احنا شايفين. طبعا كمان هو ليه نقاط، ممكن انت كمان تمسك الدايركت سيلكشن وتجيب منه نقطه معينه مثلا تعملها كده، او نقطه تجيبها كده كده برضه كونه اديتابل. دلوقتي انا ممكن اغير في الباترن نفسه زي ما احنا شايفين. طبعا لو انت عايز تعمل كل الباترن بس تغيره بلون، ممكن كليك ودراج كده، يبقى انت كده عملت سيلكت على كل الاجزاء بتاعت الباترن بتاعك، ممكن تغيرهم كلهم يبقوا باللون الاحمر اي لون يعني، او بس كان واخد الابيض كمان، يبقى انا كده قدرت اغير اللون بتاعي. دي اول حاجه. طب انت دلوقتي لما غيرت هنا فوق، شايفين الشريط اللي فوق ده؟ ده اسم الباترن اللي انا واقف عليه. في عندك سيف اكوبي وفي دان وفي كانسل. كانسل طبعا هتعمل ايه؟ اللي انا غيرته ده كله هيتكنسل، مظبوط كده؟ طيب ولو عملت دان، التعديل اللي انا عملته ده هيتطبق على انهي واحده؟ على الاصليه، صح كده؟ طب انا مش عايز اطبقها على الاصليه، انا هدوس على سيف اكوبي. لما ادوس على سيف اكوبي سايب بقى باي اسم مثلا كده ودوس اوكي. اه راحت فين؟ شايفينها؟ طيب دوس اوكي. خليني دلوقتي بقى اخرج من الايديتنج ده، اتغيرت كده باللون اللي انا عايزه. طيب انا ممكن كمان ارجع للاصليه اهي، او مثلا يعني اي واحده ثانيه، بس في اي وقت ممكن لو رحت على الباترن بتاعتي الجديده اللي انا لونتها باللون ده. يبقى احنا كده ممكن نعمل ايديتنج الباترن من اللي موجودين في اللايبراري بتاعتي. طيب تعالوا نرجع هنا كده، شكل مثلا زي الشكل ده مثلا، ينفع اعمل ده باترن؟ ازاي بقى؟ انا لسه من شويه غلطت كده وخدت الجريدينت حطيته فين؟ في السواتشز، وهو عمله لي باترن، صح كده؟ طب ما تعالوا نغلط تاني ونحطه هنا كده. طيب ندوس دبل كليك كده عليه، ادي الجزئيه بتاعت الباترن. تقدر هنا انت الباترن دوت تغير اسمه، صح كده؟ طيب عندك الجريد دي كمان. بص لا بص حضرتك، انا حطيته هنا خلاص، ادوس دبل كليك بس عليه، ما عملتش اكتر من كده. طيب وانا جوه هنا كده، انا كنت واقف الاول على جريد، هو دلوقتي مقسمها لي كجريد زي المربعات كده او مستطيلات. لو دوست انت هنا تاني تقدر تخليها بريك باي رو، يبقى كده هو عمل بريكنج للصفوف. طيب خليني اعمل بريك باي كولوم، يبقى عمل بريك للاعمده. لو دوست انا اكس باي كولوم ايه اللي حصل بقى؟ بصوا على الفريم اللي حوالين الباترن الاصلي ده، شايفينه؟ الفريم اللي حواليه ده بقى سداسي. طيب ممكن اخليه كمان اكس باي رو، بقى سداسي برضه بس من ناحيه الصفوف ومن ناحيه الاعمده اقدر اجيبه تاني بالكيفيه دي. انت طبعا تقدر تقارن بقى انسب واحده فيهم ايه في اللي انا نقلتهم دول كلهم عشان يطلع الباترن بتاعتك. اعتقد ان هي دي انسب واحده. تبص الجريد عامل ازاي، في مسافات واسعه في النص مش عارف اتعامل معاها. هنا برضو نفس الموضوع، في مشكله هنا، في مشكله لما عملت حتى اللي هو ايه الاكس باي كولوم. بصوا في حاجات دخلت على بعضها، في حاجات تانية ظبطت معايا لما عملته بالشكل. طيب تعالوا نضغط كليك هنا كده نحاول نزود التاني. ايه اللي بيحصل؟ يبقى هو كده زود النطاق اللي هو بيبص فيه على الباترن، وبالتالي هيوسع ما بين الاشكال زي ما احنا شايفين. نقدر برضه نعلم تاني كده لحد ما ايه اظبط. انا مثلا انا عايز اظبط الشكل بالطريقه دي. هنا كمان لو عملتها ايه اللي يحصل؟ بس طبعا انا عامل لينك. طب خلينا اكسر اللينك، نبدا نعمل كده. طيب ممكن اعمل هنا مثلا كده، شكل الباترن نفسه بيتغير، صح ولا لا؟ شكل الباترن نفسه بيتغير معايا زي ما احنا شايفين. سايز تايل تو ارت، وفي عندك تاني موف تايل ويز ارت. بمعنى ايه بقى؟ الباترن بتاعك ده يبقى محطوط على شيب، صح كده؟ يبقى محطوط على شيب. الشيب اللي انا هحطه عليه ده الاول اعمل ضن ولا اعمل ايه؟ سيب كوبي. طيب هنرسم شكل تاني معانا كده هنا، ادي الشكل اهو، واخد انه باترن دي كده، ده الباترن بتاعنا. طيب لما اجي انا احرك الشكل كده ايه اللي بيحصل؟ كل الباترن ثابته، وزي ما قلنا ان الشكل كده بيبقى ايه بره، بس ايه ويندو كده بيظهر منها الشكل بتاعه.
طيب ندوس دبل كليك تاني نشوف الاوبشن اللي بعده. انا هنا عايز اعمل ايه؟ خلي دول يبقوا داخلين على بعض كده، شايفينهم يا جماعه؟ المفروض مين اللي يبان بقى فوق التاني؟ الجزئيه دي يا جماعه المفروض يعمل ايه؟ الشكل اللي هيبان دوت انا واحد باين فوق التاني، خلاص؟ يعني مين فيهم يبقى باين فوق التاني؟ بس هو هنا عامل شفافيه كده. الشكل ده يا جماعه اللي قدامي ده هعمل منه كوبي، خلاص؟ اخد منه كوبي بس. اروح على الباترن بتاعتي دي، لو انا دخلت جوه الاوبشن كده ممكن اعمل بيست اللي حصل، يبقى انا كده ممكن احط شكلين يبقوا في قلب باترن واحد، فانا ممكن دلوقتي اخد الشكل ده كده واحطه مثلا، كده طلع الباترن. طيب ممكن اعمل تاني ايه؟ بيست تاني، ينزل لي نسخه تانيه. اخد النسخه التانيه دي برضو ايه؟ اصغرها كده مثلا واروح حاططها هنا. القصد يعني ايه؟ ان انا اقدر احط كذا شكل في، يبقى في كذا شكل مع بعضهم بيكونوا لي الباترن بتاعنا. طب تعالوا نقول دن دلوقتي، لو رسمت شكل جديد هنا كده، بصوا يا جماعه الشكل فين؟ دخل معايا جوه يعني الباترن بتاعتي، ما بقتش شكل واحد بقى في مجموعه اشكال زي ما احنا شايفين. طيب هسيبكم كده تبصوا على الحاجات دي، نجربه كده نشوف الباترن ده ازاي نخش على باترن موجود ونحاول نلونه ونكبر فيه ونصغر، وازاي نعمل باترن احنا من الاشكال اللي موجوده عندنا. بصوا يا جماعه تابعوا معايا المنطقه اللي هي فيها ايه؟ تابعوا معايا المنطقه اللي فيها الدخول ده، التراكم ده، بصوا اتغير في حاجه اللي انا ماسكها دي اللي هيتكرر بعدها هيبقى فوقها ولا تحتها؟ طيب ده بالنسبه للعرض. طب بالطول بقى عموديا، عموديا بقى شايفين؟ بس ودي طبعا هتفرق معايا في، هتفرق في مين اللي بيظهر مين ما بيظهرش، او ايه الاجزاء اللي بتظهر وايه الاجزاء اللي ما بتظهرش. الجزئيه اللي تحت دي ممكن انت هم دول كام واحده معروضين، ممكن تخليهم يبقوا اقل او اكتر زي ما انت عايز. عددهم هو اللي انت بتعرضه بس هنا، ده كله ملوش دخل في الباترن، الباترن بتيجي تتكرر على اي مساحه. طيب وممكن تعمل ايه؟ شايفين الحافه الزرقاء دي اللي هي بتبقى حوالين الباترن دي، انت ممكن تظهرها او تختفيها. انا عملت ايه دلوقتي؟ الكوبي بتاعي، الكوبي اللي بيطلع بتاعي انا بخليه 50% منه، ممكن اخليه يبقى 100%، ممكن اخليه يبقى 20%. ده كله فين؟ في الظهور اللي انا بشوفه هنا، يعني دي كلها ايه علاقه بالعرض بتاعي. ماشي، بصوا يا جماعه البريك باي رو ده، البريك باي رو انت ممكن تخليه من التلت او من التلتين او من الخمس. بصوا خليتها واحد لاتنين، اتحرك نص المسافه بس. هنا انا عملتها دلوقتي من النص، ممكن اخليها من التلت، ممكن اخليها من الخمس. واخدين بالكم يا جماعه؟ بصوا شايفين اللفه دي عامله ازاي؟ الجزئيه نفسها اللي هي دي اللي انا بحطها تحتها، بحطها مترحله من عند الخمس، من عند خمس المسافه. ممكن تخليها من التلتين، ممكن تخليها مش عارف من التلت زي ما انت عايز، ممكن تخليها من النص تماما. كل مره هيطلع الشكل توزيعته زي ما احنا شايفين كده، تطلع توزيعته كده. يا جماعه احنا نكون اتكلمنا عن الباترن وعن الجريديانت وعن الستروك، نحاول بقى نطبق الحاجات دي كده في البيت. عايزين نعمل كام باترن كده ونملى منهم مساحات، وعايزين نعمل كمان نحاول نعمل يونيفورم كده ونطبقه على حاجه ثانيه.